تكلفين يا شال المخرج ان شاء الله بذمه وضمير تغنون. لو انا اللي طالب الاغنيه ما حد غنى زي كذا. عاد مضبطنا خربطين ما زبطكم ايش سحب علي ما حط علي ولا كاميرا. اي مضبطنا عليك ايش فيك الكاب لعب دور اليوم. يلا برنامج بدا يدب فيه الفساد بدت رشاوي شغل رشاوي لازم نشوف حل مع نزاهه خلنا ندخل في اخبارنا من تضيق صدري مع ذا بطلب اغنيه بعد شوي أول شوف خاصة أنت بلال بلال قهرني أطلب ما عمري شفته دائما كذا أي واحدة يطق يلا يلا إدارة تعليم الرياض تفسخ عقود 5 مشغلين لمقاص مدارس البنين يقول لك بسبب مخالفات بالأسعار بالجودة هنا نحيي مدارس البنات بس البنين وكأن مدارس البنات مقاصفهم كلها ممتازة لكن دائما البنات يا أخي ما يغثون العيال دائما شكاويهم واجد ومشاكلهم واجد وقلقهم واجد فموضوع المقاصف يا جماعة والله عندي أنا مبادرة علموا عيالكم بدل ما تعطيه مصروف يومي عطه راتب شهري عرفت بدل ما يروح يشتري من المقصف المدرسة سندويتش بارد الجبنة فيه ريحة ما لها طعم ريحة يعني الطرف ذا من الملعقة في سندويتش الثاني الطرف الثاني في سندويتش ثاني أردت ولا يذوق شيء خبز ياكل بطنه كله عجين علموهم مصروف يصيرون ياخذون سندويتشات من البيت يوفر مصروفه يبدأ آخر الشهر يجمع يبدأ يسوي شيء يشتري شيء ينفعه تبدأ الأمور تمشي كذا أنا بعد أسويها مع عيالي والله نجح التكتيك صار يبون عصير من البيت موية من البيت سندويتش من البيت بسكوت من البيت ما عندي بومت اهم شيء كبده ما في سم كبده لا ما ابي عيالي يصلعونه صدق يعني بنتي تقول لي السندوتش ب 6 ريال ما عندي ب 5 ريال 7 ريال ولدي نفس الكلام وذانا يعني حرام وش بعطيه مصروف 18 لازم تعلمهم في خاصه انت يا مروان تصلح لك الشيء ذي مروان اي شيء فيه توفير يحبه اوف هذا ها مرة بالهلل ياخذ باقي القارورة يقول ودي عادة تدوير الخبر الثاني تقرير السعودي يستهلك 85 جرام من اللحوم يوميا منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة تقول أننا متصدرين في أكل اللحوم فاشتغل خلوصة أسود لأن صراحة لما تشوف الناس قالطة على الذبيحة ما حد يسولف ولا كبسة لحم ولا حاشي ساكتين كلهم شيك بلال زين يوم المصارعة يوم المصارعة من غير اني قلت تعال يا حمادة وما قلت لك هذا في قلبه الى الان في قلبه السمنة يا اخوان ايش رايك فينا الله انا ما منع الرجال ولا اخر واحد على الطرف يسار ما تجيب الوجه الطري شوف حط ذي قدامه تغطي ولا ما تغطي يا ابوي أم اللحم ما عاد في لحم ما عاد تركي تعرف تركي ما أعرف مسكت ما حد ضحك وش تركي ديك رومي اللي يجي في مرتين ايش ديك رومي انت مش أصح خلاص كله لحم لا كله لحم لا تزعل من انتيا قمت حلطمون ذا بنكمل حلقتنا أمانة الرياض تطور الحدائق بتركيب كراسي ذكية الكراسي فيها شحن USB وساعة ذكية ورضا ذي برد عليك شو الكراسي شو بالله وين الكراسي لا جتك الشموس لا ينفعك رضاذ ولا ينفعك شاعن ولا ما هي الطقت هاي تسرح للأجواء الجميلة عندنا بتيجي أصلا تحط شاحنك في الكار بيذوب في الصيف والرضاذ حطه شاور ويا الله ما يمديك تطلع من تحت الشاور لانت متبخر في الحر ناشف ويجي جنب موترك واحد في التركي ياخذ فوطه ومعجون زي وفرشته يطلع فاصل الله يا شباب ماشي تو
ترى فشلتونهم. اختار شيء والله حسبهم مع رشاش بيذبحهم. والله والله يا بلال انا شد الظهر فيك يا بلال طلع الدين. بس هذا الحين جايب اليوسف. انا ابو عبد الله ما شديت ظهري الا انا. لا انا لما اشد ظهري فيكم اشده. وقت الجد. ننحاش كلنا. هذا ما يعرف النقطة ذي. حياك مرة بعد الفاصل، هذا كان نقاش عائلي. المهم قضيتنا اليوم عن موضوع ما زال يتكرر ونشوفه كثير. قبل يومين شفنا طلق نار، ومو بان نشوفه كثير نتكرر لما طلق نار يسرقون الخرابيط ذي، لا انه قاعدين نحتفل طلق نار كيف ما تجي. فالنيابة العامة تكلمت عن الموضوع بتغريدة وقالوا اللي يسوي ذا الشيء في عقوبات لمدة سنة وغرامة 500,000. أوكي واضح حلو. نبي نشوف الفيديو الأول. عندك ملاحظة تركي؟ لا لا بس يعني هاي حلو. انسار مداخلاتك سيئة تحت خطين. المهم هذا رجال في حفل، هو زواج، هو ناس ضيوف، هو اي شيء، احنا بيقولنا واحد عادات وتقاليد، عندنا ضيف بعد الفاصل يرد على الموضوع، لكن الحين بغى يذبح اخويا. فتخيل ان الرصاصه جت في واحد من ذولي اللي واقفين ومات، ولا اصيب وش بيكون؟ بيكون فرح، بيكون في ناس مبسوطه، شيل الرجال، حط الرجال، ود الرجال مثل حقه لا يموت. ودخلنا في موضوع ثاني، في مقاطع واجد ترى ورونا فاضي. ترى فرحانين ذولي، مو مزعلانين، ترى موضوع فرح صدق، الموضوع ان الناس فرحانه ويقولون لك ذي عادات تقاليد، انه جاء الضيف نرحبه بسلاح، اوكي عادات تقاليد ما نختلف، الدوله مانعه، واتوقع ما دام الدوله قالت ممنوع خلاص يعني ممنوع، لا مجال في العبث في القوانين اللي تحطها الدوله. فموضوع العادات والتقاليد وشو؟ ممنوع. كي واضح؟ واضح. تحتفل، استقبل ضيف، قلط على ذبيحته وخله ياكل ويسري. ما له داعي، الضيف جايين اربعة نمشي اثنين. حتى ما لقى احد يكمل بلوت، ماتوا اثنين. في مقطع بعد ترى واجد. واجد ها شوف. عينات. هنا بيطلق مرة ثانية. بيطلق للمرة الثالثة هذه، للمرة الثالثة، هذا استهتار بأرواح الناس. شوف صالون أربع ثمانيات، استهتار بأرواح الناس. شوف الأطفال اللي حوله. ذا المقطع المتفرجين كلهم أطفال. وترى موضوع السلاح، السلاح حتى لو فاضي فيه إبليس، فيه شيطان. يقولون أنا ما أدري علمه. ماشي. عرفت ان السلاح في شيء، طيب انا عمري شلت سلاح الا في الاماكن المخصصه. عرفت؟ اماكن مخصصه لا، قصدي ميدان رمايه. ترى سلاحي في الدرج. عرفت؟ لا لا وكل خلق كل خلق واحد نعم. سلاحه. اذكر الله اذكر الله. اقسم بالله. المهم ما لقيت شيء ينقذه، ما في شيء، ما في الا بطاريات. المهم الأطفال ذولي لو زلت رصاصة وجت في رأس بزر من ذا البزران المتفرجين، طيب من المسؤول بعدين؟ ذبحتوا الناس، ذبحتوا خلق الله، وقعدنا قبل فترة نسمع والله واحد قاعد ببيت رصاصة طايشة طقت في رأسه قاعد فوق السطح، أبو الشباب واحد مطلقها مدري وين جت في رأسه. المهم إذا بنفرح افرح بدون أدوات عنف. هلا ومرحبا وحياك الله وذبيحتك وذبح الرجال عطل ذبيحه وتعشوا وسولفوا وضحكوا وامشوا.
اما جايني برشاش وانت جاي برشاش وذاك جاي بمدفع وجا بمدن ما له داعي الوفيات ما داعي له المناظر ذي والله كنا رايحين حرب ولا لا يا تركي؟ اي والله ترى قلتي والله ها؟ ترى قلتي والله المهم الان صار الموضوع واضح للجميع قرار والنظام المره الثالثه طبعا اذكر قبل سنتين قالوا الطلق وهذا في عقوبه لكن الحين طلع فيه صدق واضح سنه 500,000 شكرا بيجي واحد يقول 500,000 قيمه جيب لكسس اوكي سنه سجن الى اللقاء. حياكم الله معنا بعد الفاصل. اليوم حلقتنا مميزة شوي، ضيفنا مميز وهذه أول مرة نسوي ذا الحركة، بس إنه إيش حنا ناس تعرفوننا إذا شفنا الموضوع تشعب نحب نواجه الناس مع بعض. اليوم ضيفنا فارس القحطاني، فارس العبيدي. ونعم نعم بحالك وفالك يا مرحبا ومسهلا. طيب الله يطيب حالك فارس. طبعا فاجأنا بأشياء كثير. كيف بداية معرفتنا بفارس؟ خلني أوريكم مقطع الفيديو وبعدين ندخل في السالفة. مسوي كنترول صح ثم ما تدري انك داخل في جدار. والامر اللي يثنى جيناك بحاجتين، الغالي والرخيص. الغالي فلوسنا والرخيص روسنا. اقعدها تبطي اخو محمد. الغالي روسنا والرخيص فلوسنا. هذا المقطع حنا جبناه في حلقه من الحلقات وتكلمنا فيه انه واحد طلع واخطب الكلام وكذا. احنا يوم جبنا المقطع كان موضوعنا كامل، لكن بعد فترة أنا شفت المقطع ضرب وشغلوني الناس كل يوم وجايني في الواتساب ولا كل يوم جايني في جروب ولا كل شيء. فرحنا نشيك على الموضوع، لقينا صاحب المقطع هذا اللي هو فارس العبيدي اللي هو ضيفنا اليوم. طلع شاعر وطلع منشد وطلع راعي شيلات وطلع واجد أشياء واجد. تمام تعطيك أعطيك عين أعطيك عين مو بذا الحين. طيب لا لازم أقول السالفة وشي. المهم وطلع الرجل اشغلوه الناس بعد المقطع صح؟ صحيح. صار قلت سولف الوحالي انا. اي سولف وعاد انا برد عليه. طيب طلعوا الموضوع الثاني، طلعوا حسادك واجد. شوف يا ابو عبد الله الله يبارك فيك وفي جميع السامعين، انا تشرفت اني اكون ضيف اليوم في هذه القناه الاعلاميه حبيبي اللي ان شاء الله رسالتها هادفه. احنا نتشرف فيك. الامر الثاني طال عمرك انا ردي بثلاثه امور. حلو. اول رد يقول لك الهدايه في القران والغوايه في اللسان. الله. ثاني امر الزكاه انواع. في زكاه المال تبي ترجعنا التوحيد. اي لازم 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 توحيد تفسير على طول. احنا عندنا هنا طب في الموضوع. الموضوع على طول. المهم في طال عمرك زكاه المال، في زكاه الكلام، في زكاه الرجال. حلو. زكاه المال يعرفونها المسلمين. زكاه الكلام اللي يقولها الرجال زله ما يقصد في محاضر الرجال. زكاه الرجال من هم اللي يضحك من زكاه الكلام او يصطاد في الماء العكر. حلو. هذول اللي عالم اللي ارسلوا لك. الله الله. الامر الاخير طيب هذيك زكاة كانت يعني الفيديو ذاك هذا زكاة كلام يعني. طيب خلينا نحسب انت اذا انت تطلع هذا وش يسمونه؟ هو جاهيه او هذا طال عمرك ان شاء الله لا تزوجت وانا بورطك مع الاول. متزوج. انا متزوج. خليك اليوم ترقد برا البيت. انا موحد. شوف شوف الذل وين وصل. شوف يا ابو عبد الله انت الصديق الصادق الصدوق لما يتزوج يرسل لك دعوه. حلو. تنوم سهر طال عمرك بفعايله قدام ربعه واخوانه. هذه يمكن عادات ايجابيه وسلوم عندنا. حلو. وعند كل طيب وعند كل قبيله علومها جزله. حلو. انت صليت على النبي. احنا نجي نتكلم وننفعه باللي يجمننا الله عليه واللي قدرنا الله عليه. يعني هو الموضوع مو انك تجي، يعني الموضوع انك مو تجي مع مثلا معك مبلغ وتجي تقول ترى هذا مبلغنا وتقدم كان. لا انت تجي تتكلم تقول والله فلان ونعم وسوى وحط وتذكر. يعني موضوع طويل. الله الله. الله الله. اوكي. انا كثير زواجات ما رحت الفتره راحت اني بورط. ايش بقول؟ ما دريت. انا احس اني بطلع جاي معي 1000 ريال بعلم العالم راسلني واتس وبرسل لك. طيب كم مره تطلع انت في السنه الاشياء زي كذا العانيات يعني المواجيب؟ انا سمعت انك تطلع جاهيه واجد. انا بعلمك يا ابو عبد الله. شوف قبل ما نطلع في بيتين تعبر عما في الخاطر. حلو.
هذا الردود المن البيتين المن موجه المن لاصحاب المقطع اللي يرسلون وكذا. اي حلو. يقول لا جعني الطيب عسى الله يبيحه والله لا يبيح الردي وين ما كان. الله الله. بلشت بالمترديه والنطيحه واللي بدون لسان واللي له لسان يمطرد الغره وراه للمديحه. قولي على مقيل ما هو بقران العثره اللي في عيونك فضيحه يا مهجن الجدين ذي كبوه حصان. الله الله وسلامتك. يعني لا نكتب حسب كتبت عرفت ايش اقول؟ كنت بدخل في موضوع فلوس انا وحاسب وراي حسبه. اي طيب ايش اسمه الحين؟ انت شو كذا رديت؟ والله طال عمرك ارتحت نفسيا؟ لا لا ما هو قصة ارتحت نفسيا. لا 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 انا مرتاح من اول. حلو. من اول مرتاح ما عندي يعني الموضوع ما اثر فيك من البدايه. عفا عليك ابو عبد الله. ما تفرق. الزله دامها في كلام بسيط. حلو. في ناس يزلون في شيء اكبر. حلو حلو انا دائما ازل بالكلام انا ما عاد تجيب العياد دائما ما عاد يقول لي ذا الكلام ابد. طيب بشوف مقطع ثاني الحين بحاسبك انا. احاول. ايش رايك؟ توكل على الله. يلا اعطوا المقطع الثاني. مشعل مشعل قم 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 يا رجال قم صلاه الفجر قم يا رجال ايش صلاه قم يا رجال على المسجد والله العظيم ما به واحد واحد يقدر يوضع واحد الرابط لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر هذا خليتهم يأذنون ثنتين ونص الفجر صلى على صحة الشيبان اللي في الديرة كلها ها انت الحين بتورطنا مع ابوي انا داري انك ذاك اليوم انحشت انا من حاش الرياض جلست اسبوعين في الرياض على ذي الحركة علشان ذي الحركة وانت الحين الله يهديك قطعت عليه نوم متى كان يأذن عندكم حنا طال عمرك ابوي جعل ربي يطول عمره عسى الموت لي قبله وطيات الاكفان معود ان اخواني الصغار انه صلاه الفجر تصلي في المسجد حلو في البيت ما في حلو طبعا احنا قدام البيوت ضيافات ضيافه رجال انا واخواني الصغار ننام فيها حلو ابوي مكلفني عليها وانت نمت ولا مواصل ما جاك لا لا انا جاي من حفل جاي من حفل وهم عاد ما يخلوني انام في الصباح يقول لك في مثل عندنا يقول من لا تقضى حي يقمح اليامات كنت بتقضى منهم حلو ازعاجهم اللي في الصباح لازم اجيبه في الليل طيب طبعا وردتهم وقلت قوموا صلوا وراحوا فعلا صلوا طبعا الوالده اتصل علي وش العلم وش قلت والله يا ابوي ما ادري انا في البيت الله يغفر الذنب ارسل لهم واحد من اخواني بعجره وعلى ما يقولون لقوا حتفهم على كتفه وانا ثاني يوم على الرياض انحشت خليتهم انحشت يوم رجعت عاد الوالد الله يطول عمره عسى اطقك بس لا تنشد لا تسال ولا فكوك اخواني طيب شوف احنا اليوم قضيتنا في الحلقه ذي ايه كان انت اول قلت في كلمه مهمه قلت بعض العادات والتقاليد نعم كويسه صحيح عرفت كويس بعض العادات والتقاليد ما هي بكويس صحيح عرفت احنا ما نتكلم ترى الحين عن عادات ناس ولا ذا لكن عندي موضوع جبناه احنا في القضيه بالله اعطوني الفيديو يا شباب هذه من العادات اللي هي الطلق والأسلحة في الزواجات وذي منعتها الحكومة صح ولا لا؟ صحيح أنا ما أختلف أنه موضوع في عادات تقاليد عند ناس يرحبون بالضيف بالسلاح وكذا 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 لكن صار الموضوع أنه في ضحايا كثير طيب عرفت وشفنا صحيح. الفيديو ذا يمكن شفنا أكثر من فيديو يصير فلكن حكومتنا لما قالت يمنع إطلاق النار في الزواجات أو الاستقبالات صحيح. أو الحفلات للمصلحة العامة انت وش رايك انا بعلمك يا ابو عبد الله شوف الرمي بدعه وليست عاده حلو العاده وش هي العاده هي السلم اللي يمشون عليه الرجال طيبين حلو. اللي يوافق الشرع والفرع حلو يمشون عليه الرجال اللي يعطون الطلب ويمنعون النشب هذا هي العاده وهذه هي السلم بالنسبه للي يرمي هذا ما هي بعاده بس في قبائل عندهم يرونها عادات تقاليد ان لا جاني ضيف يرمون لا خلصنا صلح نرمي اذا في زواج نرمي وخاصه يمكن في والله ما انا ما ابغى احدد لكن في بعض الناس عندهم هذه عادات صحيح ما تطلق عليها عاده العاده هي الايجابيه اللي تسرك ما تضرك بالنسبه للرمي هذه بدعه ما هي بعاده نهائيا حلو وانت تشوف انها الموضوع ذا حمل السلاح في الزواجات يعني انا اعرف الشغله اللي يقولون السلاح دائما معه ابليس اكيد صحيح عرفت صحيح مع شيطانه فيه صحيح فانت ترى انها هذه مي بعادات لا لا ما هي بعاده حلو ما هي بعاده نهائيا العاده طيب. هي الطيبه اللي يمشون عليها الرجال طيب ممكن نسمع
سمعت ان عندك قصيده، عشان نطلع من موضوع العادات والتقاليد. ايه فكنا وجهك في موضوع ثاني. ايه سمعت انا ان عندك قصيده. صحيح. كاتبها ايش اسمه ذا، قصيده وطنيه. هي اربعه ابيات. حلو. تعبر عما في الخاطر. يلا سمعنا. طبعا في الملك سلمان وفي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، عسى عمرهم طوال. اللي طموحهم ما له سقف، طموحهم يصل عنان السماء. صحيح. يقولوا ما طمحنا بشيء من دون السحاب وما رضينا الا مكسوم النصيب. صحيح. تعلمنا منهم الطموح وتعلمنا منهم العلوم الجزله. يقول: وان دعانا ابو فهد كل شاب وكل عود دون حد المملكه كلنا والله افداه. نارد حياض المنايا من اسلاف الجدود، ما تهيبنا المنيه ولا نخشى الغزاه. وان بغيت اللي حياته صعود في صعود، من فعوله تعجز القوم ما تلحق مداه. ذا محمد ولد سلمان للعالم يقود، كان كل العالم يصير في فية عصا. صح صح لسانك. صح صح بدينك طال عمرك. طيب اورطك الحين ولا ما شوي؟ خلي التوريط اخر مقطع. لا الحين ما بحاطين فيديو، احنا بسالك انت الحين فارس العبيدي. اي نعم. انا لما كنت ادخل واشوف الشيلات واشوف المقاطع لك في اليوتيوب او حتى المقطع حق المسجد، كانوا كاتبين فارس العبيدي الملقب بصقر عبيده. صحيح. طيب وش تسمية، وش سبب تسمية هذا اللقب؟ هذا طال عمرك في مثل المقاطع اللي انت شفتها. أيه. جاهيات اللي بحثت عنها. انا في كذا منبر تقدمت. حل. طب خلينا نشوف الفيديو. أسلم. ونرجع نكمل. ورني فرحان عشان الناس تعرف ايش السالفه. أيه. يا رجال جميع صلوا على ابو فاطمه، كلنا نصلي ونسلم عليه. حياكم الله. طول الله نقول وياك. الله يمنعنا وياكم في النشايب والوفق الخايب. اساله ورقيه الغالي والطالب مقطع مطالب. انتم يا صبيان ايام هالجميل وهالعطن جزيل وهالوقف دم الحمل الثقيل. انت يا ابو سالم صليب راس عريب ساس بطلق مع اخوياك. لما زهمناك ام حلهي قلت لعيناكم يا زهام ابشروا. هذه الجاهيات اللي تكلم عنها، هذه طال عمرك زواجات وامور وجاهيات. انا في الجاهيات طبعا والله يقطع كلام. الجاهيات اللي في رقاب فيها قصاص، فيها نعم مشاكل. نعم صحيح. فيها اللي فيها فيها دم اللي يوقفون فيها الرجال، فيما قلت وسبكت اللي يعطون الطلب ويمنعون النشب. صلح. طيب عندي سؤال انا سم بديت صغير كذا. سم لبيك الان. اذا انت رايح في موضوع قصاص، نعم، هل تسالون وش قضيه الولد؟ اكيد اكيد. لا اله الا الله، هذه من بلال. وين بلال اللي عن المسبحه؟ طيب الله يسامحك. ندور لك ترى الدروج حقتنا ما تخلى من السبع. شفت حظك كل شيء عشان اعرف. يقول مده ولا ضده وزوجها في اللي وده. انا اورطك مع الزواج. شفت كيف؟ المهم يا رجال لو تقعد من هنا بكره تقنعني في الزواج ماني معز. ما عليك. طيب نبي نشوف موضوع الشيلات. موضوع الشيلات، انت عارف ان الشيلات ناس كثيره دخلت في موضوع الشيلات، تقول لك اغاني ما اغاني، تحايل، نطلع عن موضوع الدين نروح للشيلات، عشان في ناس تقول لك الاغاني حرام، في ناس تقول حلال، من ذا الموضوع؟ انت توجهك للشيلات وش السبب؟ شوف طال عمرك، الشيلات موروث شعبي قديم. وانت صادق، كلامك محل الثقة. في ناس يقلبها اغاني، في ناس شيلات عادي. توجهي انا كنت عندنا لحن يسمونها الزوامل. نغنيها في ملافينا، في الزواجات، في الامور. حلو. تطور الموضوع معي، كنت بجرب الشيلات. حلو. وفضل الله نجحت في هذا المجال نوعا ما، ما هو بمره. اي لا ما هو شوف. إيه. انت راضي عن اللي تقدمه خلاص. ترى الناس الله. الناس اذا بغت تلقى عليك شيء لقيت. اكيد. واللي يدور وراك شيء. لا لا تقول انقطعت ذي بعد. لا لا ما انقطعت. طاحت واحده منها. لا لا هذه من الاوله. سوده والله سوده. بالله يفك شوف يا ولد، فكوني من ذا يا ولد. طاح الثاني على الحرام العين فيه ولا في بلاء. ما عاد انه معطينك سبعه. يا ولد السبعه بتجيني من واحد ثاني. اطلع حق اسناد. لا لا انقطعت. مرد اعطيتك. انقطعت يا رجال. بدورك شيء زين. خلني احفظها طال عمرك. يا حول ذا المسابح. الله وش المسابح؟ بينزلون على هاشتاج مسابح. طيب الشيلات، في بعض الشيلات بما انك شخص لك مجال، بعض الشيلات تشوف الناس توجهوا فيها وراحوا، وخاصه الشيلات اللي تكون في قبيله معينه وعن قبيله ثانيه، ما تشوف ان في بعض الشيلات هذه فيها شوي يدخلون موضوع العنصريه؟ صحيح صحيح. شوف العنصريه ما هي في الشيلات الحاله. حلو. والعنصريه خطا. العنصريه هي انك تزعم من قبيله تقطع من القبيله الثانيه.
هذا شيء خطأ. في حمية حلو وفق المعقول، واللي بيفزع مع أخوه بيفزع مع ابن عمه بيفزع مع صديقه بيفزع مع البعيد، بس على الصح مو على الغلط. على الصح احنا نتكلم على القدم ما نتكلم على الغواء نهائيا. حل. بالنسبه للشيلات ما هي الشيء الوحيد اللي فيه عنصري، في كل شيء فيه عنصري، لكن الانسان كان سيرها على النحو اللي يبي. طيب لا قاعد انت تصيد حنا يا اخوي، ما يمديك ما يمديك. طيب القى شيء يا اخوي ولا مشي. انت كل شيء تطلع لي ورقه طلع مش في القطعه الثالثه. طيب الحين احنا تشرفنا فيك، هذه واحده. طول عمرك والساعة المباركة اللي جيت. الله يبارك فيك، لانه صراحه فيها اسئله كثيره انا بالنسبه لي ويمكن الشباب وغيرنا في مشاهدين يسالون عنها، لانه ما يدرون بيني وبينك يعني، وخصوصا اشياء كثير نشوفها في اليوتيوب ما ندري وش. صح عرفت. واليوم كان لقاء جميل ولطيف وظريف، ودرى انك نكبت الناس في الصلاه، هذا شيء ايجابي. طيب احنا ودنا نختم باغنيه انت غنيها، انا شفتك تسوي بروفات مع الفرقه. ايه ها تعال تبي تورطني مع ابوي مره ثانيه. ما علي انا بحط المايك هنا وندبر نفسك. طيب تيست مايك، ارفع الصوت. تيست مايك ايوه. الأضواء ليلي ونامت عيون الغافلين، قرنهم العين ودموعها في بوقها، والصدر من ضيقته باحس الدهب الونين، أشهد أن الليل سلم.